أخيرا سؤال حلو، أخيرا متى يا أخي شو السؤال الجميل هذا؟ متى ليش أنت كريه؟ هل راح تترك اليوتيوب في يوم من الأيام؟ كيف الحال يا جماعة؟ صباح الخير، طيبين إن شاء الله. اعذرونا أمس ما نزلنا شيء، كنا شوي عندنا أشغال يا جماعة مع شركات كبيرة جدا وتعاملات الحمد لله صفقات كبيرة انتهت. هذا ثانيا يا جماعة، من زمان والله عن أسئلتكم، صراحة ودي أخذ أسئلتكم سلسلة الأسئلة، فأسئلة عامة خاصة اقتصادية سياسية أي شيء موجود أنا. طبعا يا جماعة أنا قلت لكم أخذوا راحتكم بالأسئلة، فما لي حق إني أقولكم ما راح أجاوب عن أي سؤال، لا لكم الحق، ولكن أيضا لي الحق إني أبتعد عن سؤالين، عندي محاولتين، فهذه المحاولة الأولى ما أبي أجاوب على السؤال، مالك دخل شو جنسيتي تسمع؟ والله غلط إنك تكتب أبي أستور أبي ما أدري شنو، لا 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 تكفى، غلط. اوكي المحاولة الثانية الأخيرة خلاص الحين الله يعيني من الأسئلة الجاية. ليش أنت كريه؟ إذا أنا كريه أنت ليش تتابعي؟ أجل أنت مريض؟ أنا واحد كريه، ليش ما تبلك حسابي؟ ليش أنت بتحمل الطالة واحد كريه يا مريض؟ والله ناس مريضة والله، ليش أنت بتحملني؟ مكرش أحدا. والله مو مكرش أحدا، مكرش على كثير. هل راح تترك اليوتيوب في يوم من الأيام؟ حاليا لا، ولكن لكل أسطورة له نهاية. كيف تعرفت على ربعك؟ ولا تشوفهم ربع مصلحة؟ لا مستحيل. ليش؟ لأن بكل بساطة الربع اللي أنا ماشي معاهم حاليا هم نفس الربع اللي كنت أماشيهم قبل الشهرة، فهذا السبب بكل بساطة. وين آخر مكان سافر؟ ولا مرة ركبت طيارة وسافرت، ولا مرة. مشهور على شنو؟ مشهور على الفاضي، فلوسك حطها بجيبك. كم مشترك يجيك في اليوم الواحد؟ زائد اخر فيديو لك كم؟ حبيبي انت ليش تاخذها بالطريقه هذه يا اخي؟ اجتهد وربي راح يوفقك. احس اني صرت مثل ذاك الولد، يعني لا تحسبها كذا، انت ما له دخل، انا ما حسبت الفلوس اول ما بديت. ما عندي سؤال لكن حاب اقول لك استمتع لان هذا وقتك، واو، لان كلها فتره وراح اصير اكبر يوتيوبر عربي. اخيرا سؤال حلو، اخيرا متى يا اخي ايش السؤال الجميل هذا؟ متى تتزوج ان شاء الله؟ يعني الحمد لله كامل والكامل الله، مو ناقصني شيء، بس ناقصني بنت الحلال، عرفتوا؟ حاليا جاري البحث عن بنت الحلال.